متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول تقريبا من شهر شباط فبراير. هذا الشهر الذي يأتي كشهر انتقالي في المملكة، تزداد به مرة أخرى حالات عدم الاستقرار الجوي والتباين الكبير في درجات الحرارة، وهذا ما سنشهده في هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وتستقر الأجواء في أيام عديدة من هذا الأسبوع. سرعان ما يتحول الطقس ويصبح غير مستقر في نهاية هذا الأسبوع إثر تقدم منخفض جوي نحو الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة. نبدأ هذه الجولة في هذه النشرة الأسبوعية بتوقعات الأحوال الجوية ليوم الأحد، الذي يتوقع أن يشهد يوما مستقرا في أغلب المناطق مع حدوث ارتفاع على درجات الحرارة بمقارنة مع الأيام السابقة، والأجواء مشمسة بوجه عام. تصل مثلا في العاصمة الرياض إلى 23 والصغرى 11، جدة 29 إلى 20، 21 8 في تبوك، 20 إلى 10 في جبال جنوب غرب المملكة، في الحدود الشمالية من 19 إلى 5، و 22 إلى 10 في المنطقة الشرقية من المملكة. يوم الاثنين يطرأ المزيد من الارتفاع درجات الحرارة، وتبقى الأجواء مستقرة ومشمسة في عموم مناطق المملكة، وتكون مثلا في العاصمة الرياض 24 إلى 12، الحدود الشمالية 20 إلى 9، تبوك 25 إلى 11، و 30 إلى 22 في جدة، 20 إلى 10 في المنطقة الجنوبية الغربية، و 23 إلى 11 في المنطقة الشرقية والدمام. المزيد من الارتفاع درجات حرارة يوم الثلاثاء 25 إلى 13 في العاصمة الرياض، 30 إلى 21 في جدة، 25 إلى 12 في تبوك، 21 إلى 11 في المنطقة الجنوبية الغربية، 24 إلى 12 في الدمام والمنطقة الشرقية، و20 إلى 10 في المنطقة الشمالية من المملكة. أما يوم الأربعاء فيتوقع أن يطرأ المزيد والمزيد من الارتفاع درجات الحرارة، تسجل في العاصمة الرياض 27 إلى 14 درجة مئوية، 31 إلى 21 في جدة، 22 إلى 11 في مرتفعات جنوب غرب المملكة، 26 إلى 13 في المنطقة الشرقية، 20 إلى 9 في المنطقة الشمالية، 24 إلى 11 في تبوك، والأجواء بوجه عام مستقرة ومشمسة. ولكن اعتبارا من ساعات ليلة الأربعاء على الخميس يبدأ تأثير أحوال جوية غير مستقرة على أجزاء عدة من المناطق الشمالية الغربية. يوم الخميس من المتوقع أن تتأثر الأجزاء الشمالية الغربية والغربية بما فيها مدينة جدة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، الذي تتمثل بحدوث انخفاض درجات حرارة في هذه المناطق، ازدياد فرص الأمطار الرعدية التي تكون غزيرة بما يكفي لجريان الأودية والسيول في بعض هذه الأنحاء مثل الحدود الشمالية، الجوف، أجزاء من حائل وتبوك والمدينة المنورة، وصول حتى أيضا أجزاء من جدة والمناطق الغربية من المملكة. درجة حرارة في جدة 29 درجة مئوية في ساعات النهار، 22 في تبوك مثلا، 21 في جبال جنوب غرب المملكة. أما في المناطق الشرقية والوسطى فالأجواء تكون حارة نسبيا أحيانا في بعض المناطق ومائلة للحارة في مناطق أخرى. في العاصمة الرياض تصل إلى 29 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 15 درجة مئوية، وتكون 27 إلى 15 في المنطقة الشرقية. أما يوم الجمعة فتنتقل فرص الأمطار الرعدية من المناطق الشمالية الغربية لتشمل بعض الأجزاء الوسطى، ربما تطال مدينة الرياض، ولكن ذلك ليس واضحا حتى الآن، ودرجات الحرارة تبقى على ما هي عليه الحال في المنطقة الوسطى والشرقية، وتكون 18 إلى 10 في تبوك، تكون في جدة 26 إلى 18، 18 إلى 8 فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، 17 إلى 8 في الحدود الشمالية، 29 إلى 14 في الرياض، و 26 إلى 16 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. الحالة الجوية في نهاية هذا الأسبوع تستدعي الانتباه والاهتمام ومتابعة النشرات الجوية الدورية الصادرة نظرا للتغير وتغيرات الخرائط المحتملة وفي كيفية تأثيرها وشدتها، حيث أنها حالة قوية قد تكون عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا أسبوعا موفقا ومباركا أينما كنتم، دائما دمتم بخير، إلى اللقاء.